نعم حسناً علم علم. ما زال ساخناً. أرجو أن يكون حسين لم يرتكب حماقات وذهب إلى البدالة دون تردد، فقد أصيب ناصر في التدريبات ويرقد الآن في المستشفى. لن أترك شيئاً للصدفة، سأذهب أنا إلى السنترال وأتأكد بنفسي. كن عاقلاً يا شيطون، لن ترتكب جريمة في حقي من أجل رغبة حسين ونشوان في التحدث بالهاتف. كان أمراً طارئاً وانتهى الآن. قلت لك عليك أن تختار يا أبكر بين رقبة هذه الحلوة وبين ما كنت تريد أن تفعله أنت والضابط. هذا بعد أن تشرح لي تفصيلياً ما الذي كانت تهدي به هذه الحلوة. رقبة الحلوة يا نشوان، رقبة الحلوة. هل تعرف يا شيطون؟ لقد مللت من هذا كله، مللت من التخفي والادعاء ومن محاربة الإمامة ومن هذيان صديقتي. إلا أنه على ما يبدو أنه لابد أن نستمر بها. دراجتي، الضربة القاضية. تعرف، لقد خفت من أن تصيبني بالشبشب أكثر من خوفي من حد السكين. غريب أمر هذه العائلة، ما سر ضعفها أمام الشبشب؟